Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Majlis Menghafaz Al-Quran peringkat kebangsaan bagi sesi pagi pada hari yang ketiga ini diteruskan dengan menjemput peserta kedua bagi kategori 1 hingga 10 juzuk. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia untuk soalan yang pertama dari Surah Al-Baqarah ayat 272 juzuk yang ketiga muka surat 46. Awwabillahi mina syaitonir rajim. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء Sila ulang ayat tersebut dan teruskan dengan ayat-ayat yang seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف اليكم وانتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ حَسْبُكَ سؤالان yang kedua dari surah At-Taubah ayat 46 juz yang ke-10 muka surat 194 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أرادوا الخروج <سؤال> لأعدوا له عدة ولكن كره الله <سؤال> بعاثهم فثبطهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. سيلا سامبونج يا ترسبوت ولا سالم. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعاثهم فسبطهم, فسبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أوضعوا خلالكم ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق، حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا، قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ حَسْبُكَ Soalan yang ketiga sila baca ayat berikut dengan bertarannum bermula dari ayat 41 suratul Maidah juz yang ke-6 muka surat 114 A'udzubillahi minasyaitonirrajim يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم، قالوا وَهُمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين لم ياتوك يحرفون ديما يقولون ان اوتيتم هذا فخذ 我们。 الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة لهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Demikian tadi hafazan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah disampaikan oleh saudari Aifah binti Abdul Rahim mewakili negeri Selangor Darul Ehsan